متابعين الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في جولة لمكان أثر جديد فوق سفح جبل المقطم بمنطقة الأباجية. هوريكم مسجد منحوت في الجبل في منطقة كانت تسمى زمان بوادي المستضعفين. مغامرتنا النهاردة كانت لصعود مسجد شاهين الخلوتي. شاهين الخلوتي هو كان شيخ عابد صالح جيل مصر من منطقة تبريز بإيران في عهد السلطان الأشرف قايد باي، ولأن كان عنده همة وشجاعة وممشوق القوام فاشتراه السلطان الأشرف قايد باي وخلاه من جنوده، بس ما حبش حياة المماليك وما عجبتوش لأن بطبيعته كان منطويا بيحب العزلة وما يحبش غير قعدة رجال الدين، فحفظ القرآن الكريم وكثير من الأحاديث وعمل مسجد وقبة ضريحية، وفضل الشيخ شاهين فوق في خلوته مع الله لمدة 30 سنة، وكان كثير المكاشفة قليل الكلام، وكان ليه بركات وبيتردد عليه الأمراء والوزراء. فضل في الجبل لحد ما توفى سنة 901، وعرف المسجد بالخلوتي نسبة للخلوة اللي كان بيعتكف فيها يتأمل ويذكر الله، فهي طريقة صوفية. والمسجد خاص بوزارة الأوقاف، وما تبقاش منه غير المأذنة والقبة الضريحية، ورغم أهميته في الآثار الإسلامية ولكن المكان مش مؤهل للصعود إليه رغم جمال مشهد القاهرة من فوق، ولكن اللي هيروح ويطلع للجبل ياخد باله كويس قوي ان رحلة صعوده مش امنة بالنسبة لنا. شايفين جمال القاهرة من فوق من اعلى سفح جبل المقطم في مسجد شاهين الخلوتي، وضريح وفي ثلاث قبور فوق في الجبل. كانوا بيقعدوا وقت كبير طبعا، فكان في بقى مرافق وكان في خدمات خزانات مية، وكان في أماكن لدورات المياه وأماكن للسكن. عشان تطلع حاليا هتلاقي سلم بسقالة هما لسه عاملينه جديد. بعد كده هنشوف المأذنة، وهي من المآذن العثمانية القوية، ما تأثرتش بحدوث الزلازل اللي حصلت في القاهرة. ودي كانت رحلتنا لصعود مسجد في جبل منحوت وسط مقابر الأباجية. تابعوني في فيديو جديد علشان نكمل جولاتنا ونشوف آثار كتير في بلادنا الحلوة.